بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أمر من الحق سبحانه وتعالى لرسوله، اسأل بني إسرائيل، اسأل من أرسلنا. وأوامر الله لا بد أن ينفذها رسوله، فمتى يسأل وكيف يسأل رسول الله وهو حي بقانون الأحياء؟ من سبقه من الرسل وهم موتى بقانون الأموات؟ هذا أمر عجيب. العلماء وقفوا في الحتة دي، قال لك: واسأل من أرسلنا من قبلك، أي اسأل أتباعهم الذين بلغهم رسلهم. ولما يجوا الأتباع اللي بلغوا رؤوسهم كأنه إيه، سأل الرسل. أو أن هذا السؤال مطلوب منه للاعتبار والاتعاظ، كما يقول أحدنا إثباتا لقدرة الله وجلاله في خلقه: سل الأرض من شق أنهارها، سل الأرض من أنبت ثمارها، سل السماء من أم الله. يبقى إذن مش ما بنسألش إحنا بس، بينبهنا علينا إيه، نعتبر ونتعظ. أو أن دي سؤال حقيقي وحيسأل الرسل. ليه؟ لأن الذين استبعدوا قال: هذا ميت بقانون الأموات وهو حي بقانون الأحياء، ففسروا هذه المسألة. نسأل الأتباع، نسأل للاتعاظ، نسأل مش عارف إيه. طيب لماذا لا نقول أنها على حقيقتها ويسأل رسول الله الرسل؟ ألم يثبت في الإسراء والمعراج أن الأنبياء قابلوا رسول الله وأنه صلى بهم إماما؟ إذن قابلهم وصلى بهم إماما، فعل الحي بقانون الأحياء ما فعله الميت بقانون الأموات. صلى، يبقى لما يكون صلى وياه ما يسألهم سيدنا جبريل قال له سلم. هو صحيح قال: أنا لا أسأل لأني مقتنع ولا أحتاج لذلك. كلام يمكن الحق عايزه يسمع الكلمة دي، عايز الناس تسمع الكلمة دي. إنني ولذلك لما قال إن سيدنا علي كرم الله وجهه أم قال: لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. أنا مؤمن إيمان، ما نش عايز أي حاجة، زي ما أكون كده ما دام يقول ربنا كده، وإن غاب عني يبقى هو لك. لأن إيه، إخبار الله لرسله أصدق من العيون التي ترى. ألم يقل رسول الله، ألم يقل الله لرسوله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والنبي ولد عام الفيل وكان طفل ما يعرفش إيه اللي حصل في الليل. ألم ترى، بقول له ألم ترى كيف، ما هو ما شافش يعني، ألم تعلم. طب ويعلم بأي وسيلة؟ فيه علم بواسطة الحواس. قال لك: ده علم بواسطة خالق الحواس، يبقى آكد مما ترى بعينك. ألم ترى، ما شافش. طيب ما ليه دي زي ما دي تبقى زي دي؟ وما دام أحياهم وصلى بهم وفعل، يبقى ليه هيتكلموش يعني؟ يتكلموا وياهم، تسألهم. يكون امتنع عن أن يسأل، لأنه بيقول لما قال له سأل قال له: أنا مش عايز سؤال ولا عايز، أنا مقتنع. تبقى برضو الحق يريد أن نسمع منه هذه الكلمة، أنه آمن بالغيب ولا يريد أن يسأل أحد منه. طيب، الحق سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يبقى إذن عبادة غير الله دي غير والدة من الرسل، يبقى من خلق البشر. ما فيش أبدا واحد، لا أرسلنا إليهم كتب يدرسونها، ولا أرسلنا إليهم رسل، ولا قلنا لأي حاجة من دي. يبقى هي اختراع من إيه؟ منه. طب علة اختراع إيه؟
ايه ليه يعني بيخلقوا بيعبدوا الاصنام ويعبدوا الاشجار ويعبدوا الشمس ويعبدوا القمر؟ ليه الحكايه دي؟ قام قال لك لان المعبود حين يطلب من العابد ان يفعل، يعني يقول له افعل كذا وافعل كذا، يقيد اختياره في الامور، يعني ما يدلوش حريه في انه يفعل اللي هو عايزه، قال له افعل كذا ولا تفعل كذا. وده التشريعات كلها كده، التشريع كله يا افعل ولا تفعل. إذن اللي بيصعب عليهم ايه؟ اللي بيصعب عليهم انه يقول له ما تسرقش، ما تلتفتش، ما تبصش، ما تشربش، ما هو عايز يعمل كده. يقول لك طب وانا مالي ومالي ليه اللي هيكتفني التكتيفه دي؟ ما نعبد الاصنام والاصنام لا تكليف لها، ابقى انا على حريتي ويبقى لا على قد ده. بس ده اللي خلاهم ايه؟ يعبدوا الايه؟ يعبدوا الاصنام. طيب الحق سبحانه وتعالى جاء بعد هذه وقال ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه. الله، ايه المناسبه اللي يجيب سيدنا موسى ويجيب اللقطه من حياته في الحته دي؟ قال لك انت مش سمعت ان لما اجتمعوا وبعدين قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم؟ يبقى اكيد القران ما فيش فيه شك، بس اللي انزل عليه القران هو اللي مش عاجبنا. طب مش عاجبنا ليه؟ قال لك ده راجل فقير وراجل مالوش وراجل لا له غنى ولا له اي حاجه ولا له جاه ولا له نسب ولا له اي حاجه من دي، احنا عايزين واحد عظيم من القريتين اللي هم الطائف ومكه. الطائف كان فيها عروه بن مسعود، ومكه كان فيها الوليد بن الايه؟ المغيره. الله، الحق سبحانه وتعالى عروه بن مسعود في الطائف عنده ايه؟ شويه غنى وشويه جاه وهيبه في القبائل. طب الوليد بن المغيرة برضه ده الشكل ده، إنما هل كان عنده جنود؟ لا ما عندوش. الله، عنده ناس كده بيخضعوا له ويقولوا ده أنت إله؟ ما عندوش. ومع ذلك أرسل الله محمدا إلى هؤلاء اللي هم ما عندهمش من السيادة إلا شوية إيه؟ مال وشوية جاه وشوية سيطرة. بيقول لهم إيه الحكاية دي؟ ده أنا بعت الفرعون. طب وهل عروة بن مسعود ولا الخليد بن الوليد عمل إله؟ ما عملش إله ولا عمل أي حاجة، ومع ذلك أرسلت له. إذن السيادة في الرسالات ممنوعة، مش واحد لا له مال ولا ده رحمة ربنا يقسمها كيف شاء. أديني بعت موسى لمين؟ لفرعون، مش للوليد بن المغيرة ولا العروة بن ده يا كمان ده بلغ من السيادة والعظمة إنه ادعى الألوهية، يبقى سيد كبير قوي قوي. ومع ذلك بعت له مين؟ بعت له موسى. وموسى اقل في حياه المجتمع من محمد، لان موسى اللي رباه مين؟ فرعون. وبعدين لما نضج كده وبعدين ايه حصلت الشكل اللي بين قوه واحد منهم قتله، قاموا قالوا له هيقتلوك، فخرج منها خائفا يترقب، ما فيش حاجه، وقعد انصار لحد ما راح ايه الى ماء مدين. وبعدين لما راح ماء مدين وجد الحكايه بتاعت اللي قال عليه، وجد ايه؟ امراتين تزودان الغنم عن الميه. قال الله، طب ما هم طالعين ده؟ هم جايين عشان يسعوا. طب وليه ما خطبكم؟ ايه الحكايه بتاعتكم؟ بتزودوا الغنم ليه عن الميه؟ امال انتوا جايين تعملوا ايه؟ ولذلك شوف قال ايه؟ ما خطبكم؟ ده حاجه عجيبه يعني. قالتا لا نسقيه حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ده وضع الدستور للمرأة، دستور. قال وأبونا شيخ كبير، بينت علة الخروج في الخارج، ما فيش حد يعود. مهمة المجتمع الإيماني أو المجتمع الرحمي أو القريبي اللي هم قرايبه، لما واحد يشوف واحدة من قرايبه او من امن المسلمين بتخرج العمل يقضي لها حكيتها عشان تروح، ما يخليهاش تفضل. فسقى لهما عشان وبعدين شوف مما يدل على ضعف موسى. ما احنا بدنا نعرف ان موسى في حياته الاجتماعيه اقل من محمد، اهو طلع خائف يترقب وراح مش عارف ايه. وبعدين سقى لهما، ولما سقى لهما
دي مهمة المجتمع مع النساء، إذا شافها بتخارج بره لأي حاجة كده يعمل إيه؟ يقضي لها حاجتها يخليها تروح. إحنا أول ما روحنا مكة سنة 50 كنا نازلين في بيته ساكنين فيه، صاحب البيت كان موسر، فبقى يتطوع يودينا بعربيته للكلية اللي بندرس فيه. راكبين وياه مرة كده قام وقف العربية في الشارع، فلما وقف العربية في الشارع أمر السواق قاسم قال له انزل. فطلع قاسم شفناه راح عند باب ولقى لوح عجين زي اللي بنعمل فيه العجين محطوط قدام الباب، فراح شايله وجايبه حطه في العربية. فبقول له ايه ده يا حاج عبد المعطي، ايه الحكاية دي؟ قال احنا عندنا عادة لما الباب يكون مقفول ومحطوط عليه حاجة زي دي نعرف ان رب البيت غائب. هم يعجنوا ويخبزوا ويحطوا في اللوح، واي واحد مؤمن يمر ياخد اللوح العجين ويروح يخبزه ويضبه ويجيبه ويحطه زي زي. فسقى لهما، عمل لهم اهدي فسقى لهما. طب لما سقى لهم وتولى الى الظل يدلك على انه غلبان برضه موسى. رب اني لما انزلت الي من خير فقير، في ضعف اكتر من كده؟ لا، محمد ما كانش كده، كان هو صغير بيرعى للغنم لأهله بقراريط يعني على أجرة، ولما كبر بقى مدير أعمال خديجة ويروح ويكسب ويعمل يحبه زي موسى. فمحمد في الحالة الاجتماعية أقل من مين؟ أقل من محمد، أكثر من مين؟ من موسى. ومع ذلك أرسل الله موسى اللي هو أضعف من محمد إلى فرعون اللي أقوى من عروة بن مسعود ومن الوليد بن المغيرة. يبقى هذه الآية دي علشان كده. نعم. ولقد أرسلنا موسى. طب ما يروح الرجل الضعيف ده ولا فرعون، وخصوصا تعرف أن فرعون هو اللي مربيه، هيروح يخرجه عن حاجة، ولذلك هيعيره ويقول له أولا مربيك فينا وليدة ما تستزوى شوي، لأن اللي مربيك هتعمل له أول من ربك فينا ولي. طب اللي رايح بقى الواحد رباه وعايز ينهره وينهاه، ربنا سبحانه وتعالى زوده بشيء، قال بقى ما تعملش كده عشان يقولوا لك يا ابن ليه ده احنا اللي مربيينك. فقل لهم قولا لينا عشان ما تمكنهمش انهم ايه يقعدوا يعيروك، لان لما واحد يكون له عنده جميل عند واحد ويجي يناقشه وبعد ذلك اشتد عليه يقول له افتكر انا اللي قال افتكر دي، قال له قول قولا لينا. ادي كلام طيب. ارسلنا موسى باياتنا وادنا له ايات، يعني ايات تثبت انه صادق في التبليغ عن الله، ومعنى ايات يعني المعجزات، ويشترط في المعجزه حاجتين اثنين. اولا ان يتحدى بها ما حدش يقدر يعملها، ادي واحده. ثانيا ان تكون من جنسي ما نبغ فيه القوم، ما تجيبش حاجه، ما تجيبش حاجه القوم ما يعرفوهاش وتقول له انا اعمل. واحنا مثلا الناس بيتحدوا بعض، يتحدى واحد حامل اثقال، انما يتحدى واحد ما يعرفش يقول له ده نقدر الشرع 20 كيلو، لا يتحدى حامل اثقال. احنا العرب نزل فيهم جاء لهم محمد رسول وهم اهل فصاحه، فالقران جاء من الحته اللي نبغوا فيها، لانه لو جاء بشيء لم ينبغوا فيه يقول له والله احنا لو تعلمنا وعرفنا ده كنا جبنا احسن منه. انما ادي انتم متعلمين وادي انتم ائمه فصاحه وانتم ادم بيان، وانتم الامه الوحيده الى ان تقوم الساعه، لحد دلوقتي الحضاره ما عملتهاش، ما عملتم معرض للكلمه. الامم بتعمل معرض للصناعات اللي هي ايه؟ بارزه فيه. العرب ما عملوش معرض لاي حاجه لانهم ما يعرفوش حاجه الا الكلام. معرض وسوق عكاظ وسوق المجنه ويروح الشعراء والحكم يقعد الله. تبقى انتم جبنا لكم من ناحيه البلاغه دي. موسى بقى وقومه كانوا شهار في السحر بقى، كانوا ايه مشهورين في السحر، يقوم تجي لهم المعجزه من ناحيه ما يشبه السحر وان لم يكن سحرا. باياتنا يعني ايه؟ العصا وايده اسمك يدك في جيبك تخرج ايه؟ تخرج بيضاء. ايات اخرى مش كده؟ على الاول وحجله آيات تانية بعدين، ده بس الآيات الأولانية دي. طيب بآياتين، أول آية هي الإيه؟ هي العصا. طب العصا ساعة ربنا ما هو راجع ولما إيه؟ ورأى لما مشى من مدين وخارج وهو وأهله، جاله الوحي بقى وجاله النور في الطور،
مش راح يدور على النور على نار يصطلي بها ولا يقتبس بها ولا يعاد له يجد ايه أنس. وبعدين نودي موسى اني انا الله اسمع بقى استمع لما يوحى ما تلك بيمينك يا موسى. الله ربنا بيكلمه ده مساله عظيمه قوي ده لازم يترعش يترعش فعمل له انس علشان يهدى شويه زي ما يجي ولد كده صغير ويجي ابن صديقك وانت بتزوره وبعدين متهيب كده تقول تعالى ايه البرتقال اللي معاك في ايدك دي ايه؟ طب ما انت شايف البرتقاله في ايده ايه اللي معاك دي؟ ده بتأنسه يعني تخليه تديله انس عشان تخفف ايه؟ قال له انا ربك ما تلك بيمينك يا موسى. واحنا قلنا زمان في الحته دي ان كان يكفي في الجواب على السؤال ان يقول عصا لا يأنس بالله وإلا ما هو ربنا عارف إنها عصاي. إنما موسى أنس بالله فيعمل إيه؟ قال له هي ملهاش لازمة أدي واحدة وعصايا هي نسبتها له مش ما قالوش هي بتاعت مين. قال لا هي عصايا إيه؟ قال له هو أنت بتعمل قال له هو سأله قال لك بتعمل بها إيه؟ ده اللي قال لك اللي في إيدك إيه؟ قال هي وعصايا زود حاجتين اتنين وبعدين أتوكأ عليها زود حاجة مش مطلوبة وأهش بها على غنمي. طب أتوكأ عليها معروف وأهش بها على غنمي دليل على أنه كان بيرعى لأن ما رأى أرسل الله رسولاً إلا رعى الغنم وأهش بها يعني الغنم تقعد إيه تأكل من الأرض ما تلاقيش تقوم تمد أعناقها للشجر عشان تأكل الورق لما تخلص اللي في متناول فمها ما فيش ورق يقوم هو يمسك العصايه ويعمل ايه ويضرب الشجر كده عشان الورق يسقط لمين مش الورق اهش بها على غنم ام لا زودها قوي هو نفسه لا انه زودها كان يكفي ان يقول عصم فقال هي وقال عصايا وقال اتوكا فهو شاف نفسه ان هو زود على ما حبش يقول على الحاجات الثانيه فقالها اجمالا قال ولي فيها مآرب اخرى انتهت. فلما أنس بالله وطول الكلام ده وقال ليها فيها مآرب أخرى قال له دي مآربك أنت إنما هي لها مآرب عندنا ثانية خالص هذا علمك بها إنما علم أنا مش أكتر من كده شوية إيه بين له ألقها يا موسى ألقاها فلما ألقاها إذا بها إيه حية وعمالة تسعى وتجري ده انقلبت من عصا جماد الى حيوان ولو حركه ومش عارف ايه بالله لما تحصل دي ما يخافش الراجل اللي رميه يخاف افاوجس في نفسه خيفه موسى قال له ما لا تخف انك انت الاعلى انت فوقها وهتامرها وترجع فلما شافها كده قال له ادي التجربه اللي هتروح لبها لمين فكأنه لما الجماعة المستشرقين يقولوا القرآن في تكرير كرر القصة دي كم مرة العصا والحية ما هم مش عارفين إن المرة الأولى كانت للتدريب عليها حتى إذا ذهب إلى فرعون ما يفاجأش بحاجة بعيدة كان يخاف ولا ما يقدرش يمكن ما يطمئنش على إنه يرميه عمل له تجربة علشان يبقى إذن المرة الأولى كانت إيه؟ للتجربة. المرة الثانية اللي عند فرعون لما راح له أنا جاي وآية وقال له إيه آيتك؟ قال له كذا وعمل له العملية دي. تبقى جيت لفرعون. هذه الثانية. وبعدين قال له الحكاية دي عايزة بقى إيه؟ قال له ده بقى ده ساحر ولازم تجمع له السحرة بقى. وجابوا السحرة بقى مشهورين بالسحر من كل حتة ومش عارف إيه. حشروهم كلهم وجم. يبقى المرة الثالثة بقى إيه؟ كانت الأولى للتدريب. والثانية كانت لفرعون نفسه وينه وبينه والثالثة كانت لما جمع السحرة ثلاث مراحل علشان يطمئن جدا إلى أن العصا الجماد لما يرميه هتبقى حي وبعدين لما اجتمع السحرة شوف بقى حشروا له كل السحرة المعلمين فيهم والصبيان وكله جابوه فقال لهم أنتوا تلقم ها ولا ألقي أنا قال له القوا انتم السحر بتاعكم فالقوا حبالهم قامت الحبال خيله للناس انها برضو ايه بتلعب اذا فايه العصا
حصل لها ثلاث مواقف. الموقف الأول مع الله علشان يدربه على العملية ويخليش يخاف ويطمئن إلى أنها مجدية، والثانية مع فرعون نفسه. وبعدين قالوا لا ده المسألة كده عايزين نجمع السحرة بقى علشان يردوا. يبقى للتحدي الأول بيّن لفرعون، ثم أراد أن يتحدى اللي شغالين بالسحر، فجمعهم اليوم الوقت المعلوم. وبعدين قال يوم الزينة، مش كده اللي هو فيه كل الناس بقى فاضية وبتاع وكده. وبعدين لما اجتمعوا موسى قال لهم انتوا تلقوا ولا انا ألقوا؟ بل ألقوا. ألقوا انتوا، ألقوا حبالهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. وبعدين موسى راح ضرب الايه العصا، اذا العصا بقت حيه كبيره تلقف كل اللي عمله، شطبت عليه. السحره نفسهم ساعه ما شافوا المنظر ده قالوا ده مش سحر ده، لان الساحر يرى العصا عصا والحبل حبل، انما المسحور هو اللي يشوف كده. فلما شافوا غير كده، ده شافوا حيه بصحيح، قاموا قالوا ده مش سحر بقى. ولذلك ايه خروا سجدوا، قالوا آمنا. آمنوا بمين؟ لا مش بموسى، قال لك دي مش بتاعة بشر دي أبدا، ما احنا معلمين في السحر، دي مش بتاع بشر دي، ده لازم دي حاجة أعلى. ولذلك قالوا آمنا بربي، دي عملية بقى من الله مش بتاعتنا. الله، لا إذن القرآن لما ادانا قال لك هناك فرق بين السحر ومعجزة موسى. السحر تخيل، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، تقييد مش حقيقة، أدي واحدة. وأيضا يقول إيه في المسحور دي، سحروا أعين الناس، مش سحروا الحبال ولا البتاع، أعين الناس، يبقى تخييل وسحروا أعين الناس. لكن هم لما شافوا لقوا حاجة تانية خالص، قال لك لا ده مش شو ده، احنا معلمين في السحر، تبقى الحكاية دي ما هي السحر، ده حقيقة حية حقيقية. فأسخروا مش عارف سجدوا وآمنوا. وبعدين قالوا آمنا مش بموسى اللي جاي برب هارون وموسى، لأن المسألة دي مش مسألة بشر. أما فرعون الزعزع، والآمنتم له قبل أن آذن لكم، إذن الأخذ إنهم آمنوا قبل إذن فرعون، فكأن فرعون كان يجب إنه إيه يأذن لما شاف هو الحكاية، إنما هم إيه سجدوا على الأول. وبعدين قال لا 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 قطع عنا، اعمل 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 اعمل. قال له ايه افعل ما بدالك، اعمل اللي تعمله، احنا خلاص عرفنا حقيقه. يبقى اذا هنا عرفنا الفرق بين الايه السحر تخيل. والذين ينظرون هم المسحورون للاشياء، سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بإفك عظيم، كلام على الاول. الحق سبحانه وتعالى في الحته دي بقى تاكد لموسى في المرتين بتوع فرعون وبتاعه السحره ان الكلام اللي قالوه ربنا وعمل له التجربه ده حق، ولا تخلفش عنه. قال لما قال له خذها ولا تخف، هي اعمل اطمئن، ما تشكش في انها تيجي ولا ما ايه ولا ما تجيش. ادي ايه من الايات. الايه الاخرى، اسلك يدك في جيبك وهو اسمر كنسمر تخرج بيضاء. طب ما هو فيه بيض من غير حاجة، ده قال لك ببرص، قال لك من غير سوء. آية أخرى لدي قصة مع حياتنا احنا بقى. كان أنا رحت الجزائر أيام بعثة التعريب، رئيس لبعثة التعريب في الجزائر، وكان سفير السعودية هناك رحمه الله الشيخ رياض الخطيب ابن فؤاد الخطيب الشاعر العظيم ده. فحصلت بيني وبينهم مودة، بين زي الإخوة، ما نسيبش بعض لا ليل ولا نهار. وبعدين نقل إلى الباكستان، فلما نقل إلى الباكستان جاء مؤتمر إسلامي في الباكستان ورحته. فلما رحت قعدت نزلت عند الشيخ رياض في الباكستان، فلما نزلت قال أنا هعمل لك بقى هنا حاجة ما حصلتش. قلت له قال لي في بلد في تخومنا أنا من الهند فيها ساحر جابوه لي سفير بتاع الهند اللي هنا، وايه شفت منه حاجه عجيبه وعايزك تشوفه علشان انا اهتديت لسرها، انت هتشوفه ولا ما تشوفه؟ قلت له ما فيش مانع. ف
فيوم قمنا من بدري كده وتننا رايحين على القارية. فلما ذهبنا إلى القرية جابوا لنا واحد هندي ساحر شكل الهنود تمام وعامل كده وبتاع، وبعدين قعدوا عمل النصبة بتاعته زي الساحر المحاواه اللي بيجيبوهم لنا في ال... وبعدين جاب قطن 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 شفناه ولف لف منه وعملوا حبر ولوه لوه لوه كده وطلع وعنده ولد صغير فضرب الولد. قمنا كل النظارة شافوا الولد طالع على ال... بقولي شيخنا الأول أنا ما شفت دي تعجبت وبت ثلاث ليالي فكر إزاي الكلام دي. وبعدين عملت أنا حينة لما جيت أراجع القرآن وأشوف كده وقالوا ده السحر تخيل والسحر مش حقيقة والسحر مش عارف إيه وسحروا أعين الناس، فرحت واخد فوتوغرافيا وياه تاني مرة والراجل عمل العملية دي بره قمت أنا واخد الصورة، وبعدين كانت الصورة طلعت بيضة ولا فيها أي حاجة. أثبت أنها تخيل. قال لي تفسر دي بقى إيه بقى؟ والراجل والولد طلع على القطن عامل زي الجبل. وبعدين الصورة أثبتت ما فيش فيه حاجة زي دي وهي كلها خيال. إيه أنت بقى اللي عايزك تبقى أنا عملت دي وأنت فسرها لي. قلت له والله ده عايزة يعني تفسير. لما رحنا بقى والتاني ليلة قلت له والله أنا بقول لك أهو. بالك دي قصة هتحل لنا كل السحر وكل معجزة موسى. قال لي إيه؟ قلت له الجن مش كان في ربنا بيقول فيهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أيوه قال لي في سورة الجن. قلت له على الأول والجن لما يجي هيجي على حقيقته ولا يتشكل ب قال لا بيتشكل بحاجة أي لازم حاجة مادية تشوفوه يعمل إنسان يعمل كلب يعمل ديب يعمل أي حاجة يتشكل. فما يدريك ان السحر بيسخر جن والجن يتشكل زي ما هو عايز. فروح جن عند القطن تشكل بجبل وواحد تاني جن تشكل بايه بولد. الجن طلع ده وطلع ده ففهمنا انه الايه بس. فحلينا مسألة السحر يخيل اليهم وسحروا اعين الناس وهي ملهاش حقيقة ولا اي حاجة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.